مشوا معي تفرجيكم كيف قضيت ليلة غير شكل بريزورت جنة سورمير. أول ما وصلت استقبلوني بالويلكم درينك على بال ما إجا حدا حتى يسلمني الشاليه تبعيتي. الريزورت كتير حلو ومرتب وبتحسوا حالكم ببالي أو بيوروب، كل شاليه عنده ستيل خاص فيها، منهم بيطلوا دايركتلي على البحر ومنهم مع برايفت بول أو برايفت جاكوزي. الشاليه اللي أنا اخترتها كانت مع جاكوزي وبتساع شخصين، وهيدا شكلها من جوا، فيها تخت كبير، تي في، اي سي، شاور وتواليت. سانست فيو عندهم روعة، وفيكن تكتفوا بأنكن تقعدوا حد البحر تحضروا السانست أو تعملوا مثلي وتتعشوا على السانست. وشوفوا المطعم عندهم شو مهضومة فكرته، بيجي بنص البول، بيقدم أكل لبناني من مشاوي، مزات وأطباق مختلفة بالإضافة للبرجرز والساندوتشز. شكل الريزورت كتير حلو ورايق بالليل، والأحلى من هيك إنه فيكن تصبحوا لطلوع الضو. وتاني نهار فقت على فيو روعة وعهيدة الترويقة اللي بتشهي، الترويقة كمان انكلودد، وهيك كانت أجواء النهار. وأكيد عندكن أكسس على كل الريزورت لوقت ما تعملوا تشيك أوت. واللي بحبه بالجنة إنه عنده أكتر من بول لكل الأعمار، الريزورت كتير مرتب وأكيد بنصحكن إنه تزوروه.